هي احنا لسه مكملين في نفس الموضوع ونفس الملف. زي ما قلنا لحضراتكم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اصدرها امبارح هيكون ليها مردود ايجابي جدا على المواطن المصري، خصوصا بعد رفع الحد الادنى للاجور، وده هيخلينا نسال امتى كمان هيطبق هذا القرار. مردود هذه الزياره على المواطن خصوصا انها زي ما قلنا لحضراتكم الزياده الثالثه في اقل من 3 سنين. لسه مستمرين في قراءه هذه القرارات. معانا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. يعني لاول مره زياده اجور الموظفين 3 مرات في 3 سنين، بالاضافه للعلوتين اللي طبعا اقرهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولو حضرتك كنت معانا يا فندم وبتستمع لمكالمه الاستاذ محمد نجم، تحدث انه قدرنا نعمل ونوصل لهذه الزيادات في هذا العدد القليل من السنين، ده بسبب مسار توازني الدولة المصرية مشيت في ضوءه. عايز أعرف من حضرتك أسباب اللي قدرت تخلي مصر تحقق هذا التوازن الاقتصادي. شوف يا فندم، هو طبعا بعد ما أنا بقول لحضرتك صباح الخير وطبعا الأستاذ محمد نيك، هو طبعا تحريك الشرايح الأجور ده هيتم طبعا اعتبارا من 1/7 القادم، هيتم تحريك الشرايح كلها وهيكون الحد الادنى اللي هم ال 2700 جنيه. الامر ده كان موجود من برنامج الاصلاح الاقتصادي، ان كل ما هيتم اصلاح في الموازنه. طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال، هنرجع نكلم حضرتك مره ثانيه دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي عشان نتكلم طبعا عن قراءه هذه التوجيهات الرئاسيه. اعتقد انها خطوه مهمه جدا يا حسام، ويعني ليها دلالات كتيرة جدا طبعا. لغاية لما يرجع لنا مرة تانية دكتور مصطفى بدر، في أسئلة سألها الشارع المصري، وهي أسئلة مشروعة في ظاهرها لكن في باطنها بتحمل العديد من الأمور. الناس في فترة كانت بتشتكي أن الأسعار زادت فعايزين نزيد الأجور، لكن على الجانب الآخر الناس بتتكلم أن طب إحنا خايفين لما تزيد الأجور يحصل شكل من أشكال التضخم. هل التساؤل ده مطروح زي ما يمكن الأستاذ نجم اتحدث عن فكرة التضخم اللي حصل في دول زي فنزويلا، وعندنا لبنان كمان الأجور بقى يعني زي ما كنا بنتكلم بيقول كيلو الرز الناس بتنزل بفلوس قد كده، كمية أوراق مالية عشان تشتري حاجة قليلة جدا. فده يخلينا نروح للدكتور مصطفى بدر اللي انضم لنا مرة تانية. بنرحب بيك دكتور مصطفى، وعايزين نعرف الميزان الفرق ما بين النقطتين. الناس بتتكلم ان في زيادة في الأسعار لازم يقابلها زيادة في الدخل أو المرتبات والمعاشات. على الجانب الآخر هناك أيضا ناس طرحت فكرة التخوف ان انت لما تزود للناس فلوس هيحصل شكل من أشكال التضخم والجنيه هيفقد قيمته مع الوقت. إزاي الحكومة تقدر توازن هذا الأمر عشان تدحض هذه التخوفات؟ وطبعا بكرر شكري ليكم. شوف حضرتك، هو طبعا احنا الاول خلينا نقول ان احنا لما تحركنا في عمليه برنامج الاصلاح الاقتصادي كنا كمان بنواجه بعض من التداعيات والتحديات الصعبه بالنسبه لنا، كان منها زي ما تفضل الزميل محمد نجم وحضرتك يعني تفضلت بالتوصيف، التضخم ده جاي لنا من الخارج. ليه؟ لان النهارده اكيد حضراتكم تعلموا جيدا في ارتفاع كبير جدا في سعر برميل البترول، في ارتفاع كبير جدا في عمليه التحرك في سلاسل التوريد وحركه النقل، فده بيجي لنا عباره عن الغلاء من الخارج، ده اللي بنسميه احنا التضخم الخارجي. ده غصب عننا. الدوله بتواجهه باكثر من تحدي، بعباره ان هي بتزود المعروض الكبير جدا من كل السلع الموجوده داخل الدوله، الامر الاخر بتواجه بيه زياده في مستويات الدخل لجميع شرائح المجتمع. ده بيكون نتيجه يا فندم انه بيحد من عمليه ان احنا ممكن نوصل للكساد او للتباطؤ الكبير. ليه؟ لان ممكن يكون فعلا عندك تضخم او ارتفاع في الاسعار زي ما احنا بنقول، ولكن في كساد، الناس ما بتشتريش خلاص لما بتركبش، لكن الدوله بتتحرك تحرك ايجابي وسباق. ليه؟ لان احنا شايفين ان خلال العام ده الناس بتتكلم في العالم الخارجي كله ان التضخم بيكون في ازدياد، وكمان ان مؤشرات المعدلات برميل البترول هيكون في ازدياد، فده هيأثر تأثير كبير جدا على الاسعار. فالدولة ابتدت عملت حاجتين الاولين، اولا عملت الامن القومي الغذائي والبترولي، وطبعا التحوط الكبير في السلع الاستراتيجيه، وعلى الجانب الاخر بتزود نسب معدلات الدخل بنسب تواكب معدلات التضخم.
والامر الاخر كمان اللي في غايه الاهميه ان احنا مؤشر لغايه عندنا اللي هو مؤشرات الفايده، معدل الفايده فندم النهارده لغايه دلوقتي ايجابي. ليه؟ احنا تقريبا 11% ده على الشهادات، وبالنسبه لنا التضخم في حدود 7% ده على مدار 2021 السنه الماضيه، فانت لسه عندك معدل فايده ايجابي 4%. فالمواطن الحمد لله ليه عليه مردود ايجابي في مستويات سواء الادخار، سواء ان مؤشرات التضخم بتحاول الدوله تحجمها، سواء ان احنا النهارده كمان بنزود مستوى الدخل لكل المواطنين. طيب دكتور مصطفى، رئيس عبد الفتاح السيسي ايضا الحقيقه اطلع على مستهدفات مشروع موازنه العام المالي 2022-2023، وطبعا اللي بتسعى لخفض العجز الكلي لنحو 6.3% من الناتج المحلي. سؤال حضرتك يا فندم، رؤيتك للسياسه الماليه المصريه في ظل طبعا التضخم العالمي زي ما حضرتك تحدثت، وفي كمان ظل انه الدولة المصرية مهتمة بالانفاق على التعليم والصحة والطرق والكباري وما الى ذلك وزيادة الاستثمار المباشر في مصر، فرؤية حضرتك، رؤية حضرتك يا فندم للسياسة المالية المصرية ايه؟ خلينا نقول امبارح يا فندم كان في عدد من القرارات اتخذها فخامة الرئيس مع السيد وزير المالية بعد عرضه للموازنة العامة اللي هي 2022-2023. طبعا زي ما احنا شفنا في تعيين ل 30,000 معلم، ده هيحل مشكله وزاره التربيه والتعليم اللي كان دايما السيد الوزير بيتحدث ان عنده عجز كبير جدا في مستوى المدرسين او مستوى التعيين. ده حل كبير جدا من جانب من الحكومه. الامر الاخر في توجه كبير جدا بمسار ان الفائض الاولي في الموازنه لازم يكون في مقدار 1.5% ما نتراجعش عنه. ده لازم جزء من السياسه الماليه اللي احنا بنتكلم عنها. الامر الاخر كمان في غايه الاهميه عمليه الاسراع في الاصلاح الميكاني للضرائب والجمارك. ليه؟ علشان نقدر نسرع من عمليه التسجيل دايما للموردين والمستوردين، ده يقدر يسرع كمان عمليه الانتاج داخل المجتمع. كان في بعض من المستوردين ورجال الاعمال بيشتكوا في التاخيرات نظرا للتحدث الجديد اللي في التكنولوجيا. ده كمان وجه دي فخامه الرئيس من قبل نهايه السنه. دكتور مصطفى، حضرتك في 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 حديثك تحدثت عن الفائض الاولي في الموازنه، غير المتخصصين عندهم لبس في هذه النقطه، ازاي احنا في وضع السياسه الماليه والموازنه العامه للدوله بنقول ان احنا بنستهدف ان يقل العجز ل 6.3% في الموازنه، بس في نفس الوقت بنقول ان في فائض اولي في الموازنه 1.5%. فايه ممكن نشرح بشكل مبسط للساده المشاهدين فكره الفائض في الموازنه، الفائض الاولي والعجز الكلي في الموازنه؟ خلينا نقول يا فندم العجز الكلي ده الفرق ما بين كل الايرادات الخاصه بالدوله وكل ما هو مصروف من الدوله. فبتلاقي ان عندك الايرادات اقل من المصروف في حدود 6% و3 من 10. يعني احنا الدوله بيبقى عندها عجز في حدود 6%، عظيم، ما عندهاش مصروف تكمل بيه، فبيبقى ده بالنسبه لنا عجز. ولكن لو حضرتك اختصمت او قصرت يعني طرحت منه فوائد الدين بقى من جانب المصروف، لما تيجي تقول ان مصروفي كلها مثلا اللي هم الواحد وسبعة من عشرة او 8 من 10، ويمكن انا تخطى اكتر من كده التريليون دول، جنبت منه فوائد الدين، هتلاقي ان انت عندك الحمد لله فائض. ليه؟ لان انت ابتدينا الحمد لله نزود من معدلات الايرادات والحصيله الضريبيه. يعني بشكل بسيط كده الفرق الزايد هو الفايده بتاعه الفلوس اللي احنا استلفناها سواء دين داخلي او دين خارجي، ده اللي بيعمل العجز اللي احنا وصلنا له اللي هو بنتكلم في 6.3%. لكن لو شلنا الفلوس اللي احنا بنسددها للفلوس اللي احنا استلفناها قبل كده، هنلاقي ان احنا محققين فائض في المدخول 1.5%. بتخصم الفوائد، بتشيل الفوائد، بتقول الفوائد دي كل سنه لو شلتها بتشوفها بتقل، تعرف ان انت الحمد لله في مسار صحيح في عمليه السياسه الماليه. ده يا فندم النهارده بيوريك البرنامج بتاعنا كله. خد الموازنه كلها كده، احنا عندنا الموازنه فيها 4 بيبان اللي هو باب الاجور والدعم طبعا والاستثمار، كل ده النهارده لو بصيت فيه بتلاقي ان في تحرك ايجابي. ليه؟ لان الدوله بتزود الاستثمارات، فبتزود تنميه، بتزود مشروعات قوميه، ده بتقدر تبني عليه حركه التسويق لجذب الاستثمارات المباشره اللي حضرتك كنت بتسالني عليه. بمعنى النهارده بتلاقي عندك زياده في الاستثمارات في التكنولوجيا،
زياده في الاستثمارات في محطات الطاقه، في زياده في الاستثمارات مثلا في وسائل النقل، في المناطق اللوجستيه او المناطق اللي هي زي ما بنسميها محور قناه السويس. كل ده فندم النهارده بتعمل ليك تنميه مستدامه. عظيم جدا دكتور مصطفى بدرع الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا.